حبايبي سنة خمسة عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة يا ولاد احنا هنتفق مع بعض اتفاق اللي احنا لازم نكمل المنهج، لان ده حاجة ضروري جدا لنا علشان هتنفعنا جدا في سنة ستة. فاحنا النهاردة هنكمل اخر درس كان بقلنا في النحو، هو المضاف اليه. هنشرحه مع بعض بالراحة خالص وهقسمه لكم. النهاردة هشرح جزء منه وهنكمل بعد كده الحاجات اللي هتبقى باقية معاه مع تدريبات. المضاف إليه، إيه هو المضاف إليه يا مس؟ مضاف إليه عبارة عن اسم، يبقى المضاف إليه اسم، ما يجيش فعل أبدا، لا لا لا، يبقى المضاف إليه اسم. تاني حاجة لازم نعرفها من معلوماتنا عن المضاف إليه، لازم المضاف إليه يكون مجرور. أيوة، مضاف إليه يكون مجرور، مجرور بالكسرة ومجرور بالياء. يبقى المضاف إليه مجرور بالكسرة أو بالياء. وعارفين إمتى بيجر بالكسرة؟ لما يكون مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ويجر بالياء لو كان مثنى وجمع مذكر سالم. المضاف إليه كمان يا ولاد اسم، بيوضح الاسم اللي قبله. يبقى معنى كده المضاف إليه هو اسم، ولازم الكلمة اللي قبله تكون اسم هي كمان. ناخد أمثلة. رجل، لو قلنا رجل وقفت عند كلمة رجل وما كملتش رجل، يبقى أي رجل. لكن لما أضيف كلمة الشرطة يبقى أنا ضفتها زي ملح الأكل اللي ما بتحطه في الإيه، في الأكل لنا، زي ملح الطعام بالظبط، بيدي للأكل طعم. لو قلنا كلمة رجل وسكتنا، رجل رجل إيه؟ رجل الشرطة ولا رجل المرور؟ فضفنا كلمة الشرطة علشان توضح لي كلمة رجل. لو بصينا لكلمة عيد، عيد، لو وقفت عند كلمة عيد هيبقى أي عيد؟ في عيد الفطر، عيد عيد القيامة، في عيد الأضحى، في أعياد كتيرة، في عيد السادس من أكتوبر، في أعياد كتيرة. لكن لو أنا ضفت كلمة عيد الأم، يبقى أنا ضفت كلمة الأم عشان توضح لي عيد. لكن لو أنا قلت كلمة عيد وسكت، يبقى أي عيد في الدنيا كلها، يبقى كلمة الأم جت عشان توضح لي وتحدد لي هو عيد إيه بالظبط. بصوا بقى معايا يا حبايب قلبي، اسم نكرة. يعني إيه يا مس عزة اسم نكرة؟ يعني بدون ألف ولام. وجي بعدي اسم، بكرر تاني، اسم معرفة. يعني إيه يا مس عزة؟ يعني في ألف ولام. يبقى الاسم المعرفة ده مضاف إليه. زي لعبنا في فناء المدرسة. لو قلنا هنا لعبنا في فناء، يا ترى في فناء ايه؟ فناء فناء لعبنا في فناء ايه؟ الحديقة ولا فناء المدرسة؟ جت كلمة المدرسة عشان تحدد لي هو فناء ايه بالظبط، فكلمة المدرسة مضاف اليه.